التاني ده نستغلها باذن الله في المباراه الجايه. طيب خلينا نروح لمدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن سيد مبروك. الو بسام. بسام ازيك؟ ازيك كابتن سيد، اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك، تحياتي ليك وكابتن شريف وكابتن ماهر وكابتن بلال. مبروك يا كابتن سيد. مبروك يا كابتن. مبروك. يعني كابتن سيد ثلاث نقاط هامه جدا وضعت النادي الاهلي في الصداره كالعاده. الحمد لله. طبعا يمكن المباراه اللي هي بتبقى معموله بشكل خايف قوي، بشكل فني كبير قوي. دجله من احسن الفرق الموجوده على مستوى القاهره بتلعب كوره. يعني حافظين كويس مهما كانت الفرق بتاعتها ومهما كانت النتيجه حتى ومهما كان توقيت المباراه، بتلاقيهم بيطلعوا بالكوره بشكل سليم وشكل منظم وشكل فيه عدم تسرع او مرفعه او خنشانه يعني. فانت بتقابل الفرقه عندها نظام معين ماشي فيه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه يعني. كمان جاي بعد مباراه افريقيه، والحسابات اللي بتبقى المباريات اللي بتيجي بعد المباراه الافريقيه او قبل المباراه الافريقيه بيبقى لها حسابات كتير فنيه. الحمد لله رب العالمين. الشوط الاول كان صعب جدا، الشوط الثاني الحمد لله الامور اتفتت بشكل كويس الحمد لله. كابتن سيد، ضغط مباريات كبير جدا هذا الشهر، يعني كيف يحاول ريني فايلر ان هو يغير او يخلي اللعيبه تتعود على هذه الاجواء خلال هذه الفتره الصعبه جدا؟ بص، على مستوى العالم كله اي ضغط مباريات في شهر معين، الفرقه اللي بتجمع اكبر عدد من النقاط بيبقى لها الاولويه الخاصه في البطوله على فكره. فده مهم قوي ان يبقى في الحسبان ان انت بتقابل مجموعه من الصعوبات سواء كانت المباريات المتلاحقه او الكتيبه، بس مش الشهر ده بس كمان يعني. انت بعد ما تلعب في يوم 28 مع بلاتينيوم مثلا، يعني انت هتلعب يوم 15 حارس الحدود، ثم الاسماعيلي 19، ثم الاتحاد 23، وبعدين بلاتينيوم، وبعدين مصر المقاطعه يوم 1، وبعدين اف سي مصر 5 و11 مع بلاتينيوم، وبعدين ترجع 15 مع طنطا، وبعدين تطلع على المقاولين 19، وبعدين النجم الساحلي، وبعدين انبي، وبعدين يعني تتكلم على الهلال السوداني، ثم بيراميدز وطلع الجيش والمصري والزمالك. فانت عندك ضغط مباريات عدد قليل جدا من الزمن يعني. فمهم جدا ان انت بشكل كبير جدا تكون مركز، مهم جدا ان انت تهتم. التضحيات اللي هقصدها دلوقتي مش تضحيات بالشكل المفهوم يعني، لكن خروجك مثلا ده تضحيه يعني، تركيزك ده تضحيه، اهتمامك ده تضحيه، يعني حفاظك على نفسك ده تضحيه. مهم قوي ان انت تبقى في الفتره ديت تبقى محافظ جدا جدا على نفسك يعني عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. كابتن سيد، اخبار المصابين ايه؟ حمدي فتحي، محمود متولي، علي معلول، محمد محمود، طمنا عليهم. علي معلول هينزل معانا يعني من بكره ان شاء الرحمن في التدريبات الجماعيه. تدريبات كامله يعني؟ ان شاء الرحمن يعني. يعني بشكل بقى تدرجي بشكل كامل يعني على حسب ما يشوف الدكتور يعني، لكن الحمد لله هو كويس دلوقتي. عندك محمود متولي بتتكلم في الاسبوع ده باذن الله. كريم نزبت الحمد لله خلال ال 10 ايام اللي جايه برضه هيكون داخل. حمدي فتحي بس ومحمد محمود، انت عارف ان الاصابات طويله شويه يعني. حمدي فتحي لسه هيقعد شويه هو ومحمد محمود طبعا. اكيد يعني اكيد. طيب كابتن سيد، خلال الاسبوع اللي فات تقريبا بعد المباراه كانت الناس بتتكلم على ان هناك مشاده حصلت ما بين احمد فتحي ورامي ربيعه. النهارده الحقيقه ما حدث بعد الهدف اللي احرزه وليد ازارو بيدل على ان احنا عندنا مدير كره كبير وكويس، بمعنى ان كل حاجه بتتلم وبسرعه. يمكن لعيبه الكره فاهمه ان في كره القدم عادي جدا ان تحصل مثل هذه الامور يا كابتن سيد. بص، يعني في الفتره اللي انت فيها ديت بالتاكيد بيبقى فيها اجتهادات كثيره جدا من الاخوه الاعلاميين، وده ما بيزعلش يعني، عادي جدا يعني. طبعا. لكن في النهايه برضو يعني خلينا نقول ان انت عندك ثوابت في الاهلي 7 لحد دلوقتي. دايما الكبير او القديم او كباتن الفرق بيبقى لهم حق التوجيه في الملعب بشكل خاص، ما بيبقاش فيه عاديه ولا تجاوز، لكن بيبقى لهم حق التوجيه دايما يعني. لكن انت كمان بتفصل بقى ما بين النفاذه العاديه او ما بين التجاوز تعديه الحدود يعني. يعني ودي ما بتسمحش بيها خالص يعني. فانت بخبراتك او بالمواقف اللي عدت عليك او بشخصيتك بتقدر تفصل ايه الحاجات اللي ممكن يبقى فيها نرفزه او فيها توجيه للصالح العام. على فكره احنا مش مجموعه من بنلعب في الاشارات اللي هو يعني امشي هنا وتعالى هنا، لا، في توجيه كبير جدا. واي مدير فني في العالم كله بيبقى محتاج اثنين ثلاثة في الملعب او اكثر من كده، يا سلام لو موجودين، ان هم يبقى يقوموا بدور الليدر او الناس اللي هي بتدين الامور الفنيه تمام. لكن في اجتهادات بقى يعني هتدخلك في حته مشادات او تدخلك في خناقات او تدخلك في حاجات يعني
يعني تبقى من هدفها ان انت تبعد عن فكرتك او تركيزك، اعتقد الحمد لله ده مش موجود. وبعيد واقرر احنا مش في المدينه الفاضله يعني، بغض النظر عن بالظبط، برافو عليك، عن عن الردود ديت يعني. اكيد خلال الموسم كله يعني باكبر الانديه يعني اكبر الانديه في العالم ممكن يبقى فيها، انا ما بتكلمش على الواقع ديت، الواقع ده ما فيهاش حاجه خالص اصلا بين الاثنين خالص نهائي يعني. واكبر دليل حتى لما جينا يعني بتكلم، كنت مع رامي اللي كان بيتكلم مع رامي واحمد فتحي، واللي بيتكلم مع احمد فتحي هو رامي، فمش مشكله خالص يعني تمام خالص. لكن في اي مكان في الدنيا ممكن في بعض، حتى انت في الاستوديو اللي انت فيه لو انت مضبوط ممكن تلاقي نفسك طبعا يعني في بعض الاوقات الامور اتنفست فيها شويه، لكن بشكل مقبول بالشكل اللي بيعدي يعني. طيب الشهر ده الحقيقه شهر الاشاعات يا كابتن سيد، بمعنى ان اربعه لشهر الاشاعات. نعم اربعه، انت دخلت لا ما ما هو معلش بقى، الشهر ده اصله شهر صعب وطويل، شهر صعب وطويل، فعشان كده بقول لك ان الشهر ده شهر اشاعات، واشاعات كبيره جدا، والنادي الاهلي اكثر نادي بيتعرض للاشاعات. انا عايز اكلمك بشكل عام في موضوع الاشاعات ده، مش عايز اتكلم على حد تحديدا يعني، لو تقدر تقول لي يعني ايه المطلوب اللي يحصل خلال الفتره اللي جايه، لانه من حق كل واحد او من حق كل موقع او من حق كل صحفي ومن حق كل اعلامي ان هو يجتهد على قد ما يقدر يعني. انا اهم حاجه بالنسبه لي يا كابتن اسلام، اهم حاجه غرفه قلع الملابس، اهم حاجه بالنسبه لي الاوضه تبقى مستقره هاديه فيها روح كويسه، فيها روح الجماعي او الشغل الجماعي او العمل الجماعي. انت مش موجود مع الفرقه على طول، هم موجودين في داخل الاوضه، ايه اللي بيتناولوه داخل الاوضه، حاله التركيز بتبقى عامله ازاي، الاهتمام او الاهداف اللي بيتناولوها ما بينهم وبين بعض لازم تكون عامله ازاي، الناس الكبيره اللي معاك دول السندات او العكاز اللي انت بتسند عليه دايما لو بتوصل مسج ولا حاجه فتره من الفترات، ده مهم قوي. الاوضه، حاله الاوضه اللي بيتعامل فيها اللعيبه، اللي بيقعدوا فيها مع اللعيبه، اللي بيتكلموا مع بعض قبل التمرين، اللي بيتكلموا بعض بعد التمرين، الحاله فيها طاقه ايجابيه، فيها روح ايجابيه، فيها استعداد، فيها تركيز، ده مهم جدا جدا جدا. لو قدرت ان انت يبقى دايما حاله الاوضه اللبس اللي انت في اوقات لا انت ولا في الفني بيبقى موجود فيها دي ايجابيه جدا، اعتقد مع القدرات والمهارات الامور هتمشي بشكل كويس. لكن النطاق الخارجي بقى يعني فلان بيقول كلمه، فلان بيكتب حاجه، فلان بينتقدني، فلان بيتجاوز حق الفريق، فلان بيتجاوز، انا ماليش علاقه ان الشغل هيبقى والرد هيبقى في الملعب يعني. يمكن السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت كتير جدا. مش من مصلحتنا ولا من اهدافنا ان انت تبقى بتنقل حاجه بصوت بره الكوره بره التركيز، لا انت الشغل الصح والحياه الصح في الوقت الحالي مع القدرات اللي انت موجود موجوده والامكانيات الموجوده، لا ان انت يبقى في تركيز جامد جدا في الملعب، لان هو ده ادواتك الكبيره اللي موجوده في الوقت الحالي واللي بتنجحك ان شاء الله. اخر حاجه يا كابتن سيد، النادي الاهلي في شهر يناير القادم من حقه ان هو يستبدل اثنين لعيبه مش كده؟ مظبوط. هل هناك تغيير في هذا الموقف؟ لا طبعا، انت بص يا كابتن اسلام، احنا بدانا الموسم بحاجه وهنفيد نفس الحاجه، مفيش حاجه اسمها تبدا موسم حتى لو كانت ضد النادي، حتى لو كانت ضد مصلحه النادي الاهلي؟ احنا طول عمرنا بنتكلم في الموضوع دوت، بنقول احنا لما بنيجي نتكلم في حاجه وبناخد قرار في حاجه بيبقى بتبص لمصلحه الصحيح، لكن كمان بيبقى لمصلحه الانديه الاخرى وكل الناس، مفيش مسابقه تنتهي بحاجه وخلال المسابقه تقعد تغير فيها ابدا يعني. يعني احنا حطينا عدد في القايمه ولما بتحط يعني انا اعتقد، انا اسف يا كابتن سيد، لكن انا اعتقد ان حضرتك رتبت دماغك مع لجنه التخطيط مع المشرف على كره القدم على شيء معين. انا كان نفسي انا كان نفسي يبقى ثلاثه، كنت نفسي اوصلهم بثلاثه، كنت نفسي اوصل ان انا يبقى ليا في يناير ثلاث اماكن، كان نفسي اعمل كده يعني. بس انت كنت مضغوط جدا الفتره الاولانيه. انت لا، انا كان عندي من 43 لعيب ل 46 لعيب بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها، كان عندك حق ان انت تعير الناس على قوتك، وكان عندك حق قائمه انتظار، وكان عندك عدد كبير من اللعيبه 97، فكل دول السنه دي مع الغاء بطوله 97 والغاء بند المعارين والغاء او تحديد بند المعارين وتحديد القائمه ال 30، فبقى عندك كثافه عدديه رهيبه جدا. هتعمل ايه؟ لازم هتبقى في تنازلات، التنازلات دي كانت تنازلات فنيه يعني، وفي وقت قصير يا كابتن سيد خلي بالك. طبعا سيبنا لعيبه، سيبنا لعيبه ليها مكانتها وليها قيمتها وليها اسمها، سيبناها ببلاش، وكمان يعني اضطرينا نوافق على بعض الاسماء اللي تطلع اعاره بقيم ماليه اقل من كده عشان برضه نبقى لنا حق، لنا حق الفني والحق المادي فيهم فيما بعد. انت خسرتني بشكل كده، هترجعه لي ازاي حضرتك دلوقتي؟ بالظبط. هترجعه لي ازاي؟ لا عشان كده يا كابتن سيد النادي الاهلي كان بيطالب، وانا اسف ان انا هرجع ورا شويه، لكن النادي الاهلي كان بيطالب بنهايه الدوري السابق اللي احنا ابطاله الدوري 41
قبل بداية كأس الأمم الأفريقية عشان السبب اللي حضرتك بتتكلم فيه تحديدا. طبعا، وكمان انت لما بتحط نظام يا كابتن اسلام يتأت الناس يتم مناقشته ويتم تداوله وبعدين تاخده على ثلاث سنين، تقول البند ده هيقعد ثلاث اربع سنين، فانت تبقى محضر نفسك ان بعد ثلاث سنين هيبقى في تغيير، لكن مش السنه دي وبعدين السنه وبعدين نص السنه يبغى يتم فيها بند واخر سنه يتم فيها بند، اعتقد ده مش بالصح يعني. لكن اي تعديل او اي تغيير في النظام اعتقد ان هيبقى فيها مشكله كبيره جدا 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 في بنود اللائحه. طيب اخيرا انا كابتن سيد معلش، هو موعد مباراه نادي بلاتينيوم النادي الاهلي ضد بلاتينيوم دلوقتي 28 الساعه 9، دي اخر حاجه جايه لنا، مفيش حاجه مفيش اي تعديل فيها، يمكن الحكم البورندي هو اللي هيدير اللقاء اللي حكم مباراه مصر ومالي في بدايه تصفيات الاولمبياد اللي هي اللي فاتت في كاس مصر اللي احنا خدناها يعني منتخب بلدي، هو اللي هيدير اللقاء ده، اخر جواب جالي بتاريخه يعني يوم 28 الساعه 9 باذن الله مع الحكم البورندي. هو لو عايز يعدل ممكن يعدل لغايه امتى؟ مين اللي يعدل؟ الاتحاد الافريقي؟ لا اعتقد النهارده انت بتتكلم في 11 اهوت يعني لسه 17 يوم بس خلاص، بس انت كمان انت عندك مسابقه محليه يعني بالظبط فتره، ففي هو بيراعيها بالتاكيد يعني. عموما الف مبروك يا كابتن سيد ونتمنى لكم يا رب دوام التوفيق خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، تقريبا خدنا